رانيا يوسف تنتهي من تصوير فيلم ورد ريحان مع أحمد الفيشاوي. اللي حصل بالظبط إن أعلنت الفنانة رانيا يوسف انتهائها من تصوير فيلم ورد ريحان، واللي بيشارك في بطولته معها الفنان أحمد الفيشاوي. ونشرت رانيا يوسف صورتين من الكواليس وكتبت عليها آخر يوم تصوير فيلم ورد ريحان. وطبعا تفاعل عاد كبير من محبين النجمة رانيا يوسف ومن محبين النجمة أحمد الفيشاوي مع الصور، ومستنيين الفيلم بفارغ الصبر. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى أنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.